يوم من الأيام أحد الملوك اعتقل واحد سجله واحد من الولاية المقابل هذا الملك يعني المنطقة الفلانية. اجوا العشيرة بخويطهم، اجا رئيس العشيرة وجد المتابعين إليه والشباب والصغار والكذا كلهم وقفوا باب الملك. قالوا شنو الموضوع؟ ليش هذا منو حتى انتم جايين عليه؟ قالوا له هذا ملكنا وعزوتنا. قالوا له ليش ما قال لي هذا انا الملك؟ قالوا له والله هو راد يبين لك بان انا انسان ما احب الانا وحب التملك وانا مكانتي كذا، راد يراويك مكانته باهله واحنا اهله وناسه وعزوتنا هو، فمن قبله انت تعتقله؟ اعتقلنا كنا. فالملك اجلالا المكان تبع العشيره لان شيخ اطلق صراحه. فيومين ثلاثه واجا خبر للملك بان هذا الراعي مال الابل مال الشيخ مال هاي المنطقه. راعى عند دس طارش الشيخ العشيره، قال له ليش كذبتوا علي؟ ليش كذبتوا علي وقلتوا لي هذا الشيخ؟ فش قال له الشيخ؟ لا امير فينا ان ذل راعينا، ماكو احنا بينا شيوخ اذا ينذل الراعي مالنا، فماكو فرق بين الراعي والشيخ.